الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آل بيت آل بيت طهروا من دنس، آل بيت طهروا من دنس، ولهم في الحشر أعلى الدرجات. فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد. مولاي مولاي ومولى الكونين ونور العينين وجمال الخافقين يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، ورق السماء بنعاله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد. مولاي ومولى الكونين ونور العينين وجمال الخافقين وأبا الحسن والحسين يا علي، مواهب الله عندي جاوزت أملي، مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها وياي ولايتي لأمير المؤمنين علي.
مولاي ومولى الكونين ونور العينين يا أبا الحسن يا علي. قيل لي قيل لي قل في علي مدحا مدحه يخمد نارا مؤصدا. قلت لا أقدم في مدح امرئ ضل ذي اللب إلى أن عبدا. والنبي المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما صعد وضع الله بكتف يده فأحس القلب أن قد برد. وعلي واضع أقدامه في محل وضع الله يداه. مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ضامن الجنة. قيل لي قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه. لك من جوهر البيان بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه. فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه. قلت ما عسى أن أقول في مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. الله صل على محمد. ورد عن سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. لشفاء المرضى وفك الأسرى وقضاء الحاجات والنصر والفرج ارفعوا أصواتكم بالصلوات. هذه التعاليم النبوية الشريفة التي صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خاطب بها أصحابه في مجالس عدة وخطب مختلفة، وأولى عناية خاصة بالطفل. نجد هذه العناية في القرآن الكريم وفي أحكام الشرع الأقدس. فإن للطفل موقعية خاصة بنظر الإسلام، لأنه يعتبره البذرة التي ستصبح في يوم من الأيام لبنة ودعامة من دعامات المجتمع. ومن هنا سننظر في بعض التعاليم التي وردت عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين، والقواعد المهمة والتي يحتاجها
الإنسان في تربية أولاده. كثير من الآباء يشكون، كثير من الآباء، بل قد وصلت الحالة وهذا مما يؤسف له إلى المراكز والمحاكم، فقد تبرأ بعض الآباء من أبنائهم بسبب عدم صلاح التربية، وهذا هو أصل السياسة في الواقع. حينما يريد الإنسان أن يبني مجتمعا صالحا أو أن يؤسس حضارة في بلده لينهض ويرقى بمستوى البلد، فإن أول الأمر هو تهذيب الطفل وتربيته وتنشئته بالشكل الصحيح. العناية تبدأ أولا، قاعدة الأولى، في انتقاء التربة الصالحة، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اختاروا، اختيار انتقاء المسألة. وأما اللي الله كاتب لنا اللي باخذها، لا، أنت بنفسك، أنت اللي تقدمت واخترت هذه الفتاة على تلك، فهي المسألة اختيارية، انتقاء. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس والخال أحد الضجيعين. فلا بد من معايير خاصة في اختيار الزوجة الصالحة، لأنها هي المنبت الذي ستزرع فيها تلك البذور اليانعة. فأول قاعدة اختيار الزوجة الصالحة. بعد ذلك القاعدة الثانية إقامة السنن والآداب الشرعية عند الولادة، عند ولادة الطفل. فيستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقام في اليسرى وأن يحنك وأن يحلق شعر رأسه ويتصدق بزينته على الفقراء والمساكين، وأن يختار له اسما وكنية تناسب زمانه. قد بعض الأسماء تصلح، بل هي من أسماء الأنبياء، لكن في زمن من أزمنة ما تناسب. واحد يجيبوا له ولد يسميه جوزيف، يوسف، ناس ما تتقبل. هذا يوسف الصديق اسمه جوزيف كان، لكنه لا يتناسب معه، بل قد يكون سببا للتعيير مثلا أو المهانة له، لأنه لا يتلائم مع أبناء زمنه. فاختيار الاسم والكنية واللقب أيضا، يلقبه بلقب خاص ويكنيه. أكو بعض الشعوب تحافظ لا زال إلى اليوم، مثل الشعب الإيراني، الإيرانيين إلى الآن يجيبون الولد يسمونه اسم خاص ويكنون كنية خاصة ويلقب. لهذا شوف كل ولد له لقب خاص عندهم. ومن الآداب أيضا أن يعق عنه العقيقة، والعقيقة تستحب في اليوم السابع ولا يسقط استحبابها، بل هناك بحث عند الفقهاء أنه من حج بيت الله الحرام هل يجزيه الهدي؟ قالوا حتى في هذا المورد إذا حج بيت، يعني هنا أيضا بحثت المسألة أن الهدي مسقط عن العقيقة أم لا. قالوا حتى الهدي لا يسقطها، حتى لو ذهب إلى الحج ونحر الهدي فأيضا لا يسقط، يبقى استحبابها إلى آخر حياته، فإن العقيقة مستحبة مؤكدة، وهي سنة للأسف قد هجرها الناس لزمن، ولكن لله الحمد الآن بدأت تعود وترجع من جديد. فيستدفع بها السوء والبلاء عن الطفل بهذه العقيقة. ومن المستحبات أيضا أن يربى على تعاليم أهل البيت، يترك يلعب 7 سنين ثم بعد ذلك يعلم الصلاة والقرآن وتعاليم ومعارف الإسلام، وهذا واجب
على الأب أن يعلم ولده أحكام وتعاليم الدين. هذه بالنسبة للحقوق التي نجدها أيام الطفولة، حقوق الشرعية يعني. القاعدة الثالثة هي الحقوق النفسية، يعني رعاية الحالة المعنوية للطفل، وهذه هي أهم القواعد، بأن لا يحقر ولا يهان الطفل بأي نوع من أنواع الإساءة والأذى. اليوم قاعدين تطلع بعض التنظيمات والدراسات الحديثة في المجتمعات النامية والمتحضرة، احنا نقول هاي التعاليم اللي قاعدين الآن تنادون بها حقوق الطفل وحقوق الأسرة وأحوال الشخصية، هذه نطق بها القرآن وما نحتاج احنا لتنظيراتكم اليوم. غفلنا عنها، نعم هذا القصور فينا نحن، أما الإسلام ما ترك شيء وبين هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل، لا يهان بأي نوع من أنواع الإهانات. هذا ما نجده في كلام المعصومين. شوف الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، لما أن ولد له الإمام الرضا، بالمناسبة لأننا نعيش في أجواء ولادة الإمام ضامن الجنة، كان دائما وأبدا لا يخاطب ولده إلا بكنيته، يكنيه في محضر أصحابه. جاء أبو الحسن، قال أبو الحسن، كتب لي أبو الحسن. شوف إيش قد لها من أثر ومعنوية ترفع من نفسية الطفل، غير تلك الكلمات الجارحة وكلمات حاشا السامعين السوقية، كلمات أبناء الشوارع وأسماء بعض الحيوانات، قوم يا كذا وقعد يا كذا، إيش قد تقتل روحية الطفل. فلا بد من رعايته الرعاية النفسية الصحيحة، بأن لا يسمع إلا الكلام المؤدب، لأن مشكلة هذا عقل الطفل مرن في مرونة يتمغط كما يقرر ذلك علماء التربية، وإن كان عالمه مليء بالألغاز إلى الآن كثير ما كشفت، لكنه يمتلك مرونة في عقله يتسع ويضيق، يمكن أن يتلقى هذا الطفل منذ نعومة أظفاره، بل إن عباقرة الزمن أكثرهم ظهرت عليهم ملامح العبقرية منذ الصغار، منذ الطفولة، أكثر العباقرة هكذا، أكثر العلماء. شوف مثل الشيخ الرئيس ابن سينا، مثل علامة الحلي، طفل بعد صغير أبو 10 سنوات كان يباري أباه، أباه عالم العلماء، أبوه يباري في مسائل الفقه. خرج يوم الأيام يستغيظ عليه أبوه وطلع فر يركض، قام يطارد وراه من مكان إلى مكان في أرض مغصوبة في المنطقة، لعلم الولد بأحكام الغصب، إجا وتوسط تلك الأرض ووقف فيها، يدري أن حين خلاص حد بعد أبوه مكلف بالغ، يقول أنا لازل طفل مرفوع عني القلم، غصبا علي يوقف ما بيتجاوز. وبالفعل وصل الأب وتوقف متحير، يتلفت يمين شمال، بينه هو سارح يفكر في طريقة للوصول إلى الولد، فر الولد من يد أبيه وذهب إلى حضن أمه، فجاء الأب مستبشرا فرحا متهلل من هذه المعرفة التي بلغ إليها طفله وبلغ إليها هذا الولد الصغير أبو 10 سنين. فيمكن أن يصل التاريخ ينبئ ويخبر عن هؤلاء العباقرة والعلماء، ونحن نرى بالوجدان أيضا كمثل هذا الطفل الذي أحدث ضجة عارمة في العالم الإسلامي، طفل أبو 4 سنوات حافظ القرآن كله عن ظهر قلب، حتى علماء فقهاء دهشوا إذا جلسوا بين يديه. هاي كم سنة أخو بكبر، صار دكتوراه الآن عنده، وحافظ نهج البلاغة ولا يتكلم إلا بالقرآن. الناس تسميه معجزة، بس هو إذا تريد على نحو الواقع، لا هذا ليس إعجاز،
هذا أمر طبيعي اعتيادي، كل طفل ممكن يوصل إلى المستوى إذا ينشأ إذا يربى بهذه التربية. الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، كان حافظ للقرآن. سببه لما سئل قال: سألت والدتي فقالت إني ما رضعته إلا على طهر وضوء. وقت الرضاعة تخلي الطفل في حضنها، كنت تفتح القرآن تقرأ، يتناغم يتفاعل مع سماع هذه الأنفاس الملكوتية لقراءة القرآن أو الدعاء أو الأذان أو ذكر الحسين، كل له آثار. فممكن أن هذا ليس معجزة، معجزة الشيء الخارق للعادة، هذا ليس أمرا خارق. الناس ما متعودة أي من دهشة، بس لو كان معجز لكان خارقا للعادة. أكو طلعون أكثر بعد الآن، زادوا أعداد الأطفال. إذا تريد تشوف طفل معجزة، معجزة هو الذي يتلقى العلم بلا معلم، علم اللدني، مثل منه الإمام باب المراد محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلم. هذا يقولوا عنه معجزة. إيه والله معجزة، يعني هذا ما حد علم، ما راح مدرسة، لم يتلقى، هذا علم حضوري، علم إلهي لدني. 7 سنوات يجتمع عليه 80 عالم، مؤتمر يعني يعقدون حول الإمام عليه السلام، يسألونه في مسائل الدين فيجيبهم عن تلك المسائل. 30,000 يقول: وأنت أجبت السائلين مسائلا 30,000 عالما لا تعلموا، وأرشى العدا يحيى بن أكثم خفية وظنوا بما يأتيه أنك تفحم، فأخجلت يحيى في الجواب مبينا عن الصيد يرديه امرئ وهو محرم. وصاهرك المأمون لما بدت له معاجزك اللاتي بها الناس سلموا. هذا يقولوا عنه معجز، مثل إمامة الإمام الجواد كما يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. الدليل ناصع إذن قاطع، لأنك لن تجد إماما من أئمة المسلمين كمثل هذا الإمام، وهو ابن 7 سنين قد زق العلم زقا، فيجيب العلماء عن مختلف عويصات المسائل بلا أن يتلجلج أو يتلعثم في جوابه. هذا معجزة. أما هذا الولد طفل، هذا مسامحا عبر عنه معجزة، لا على نحو الاصطلاح. ممكن مرن عقل الطفل، إيش قد ما تعطيه يتكلم عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: قلب الحدث كالأرض. الفلاسفة عندهم تشبيه، يقولون مثل الورقة، صفحة بيضاء ينقش فيها، لكن شتان بين التشبيهين. وين كلام أمير المؤمنين؟ اتذاقت ورقة، ورقة جماد ما يصدر منها شيء، ليس فيها حياة وليس فيها روح، غير إذا قلت أرض خصبة، يعني فيها حياة تنبع تثمر تنتج. يقول هكذا عقل الطفل، قلب الحدث كالأرض الخصبة، إش ما تزرع فيه يطلع، بس تحتاج عاد هاي النبتة من بداية كن واحد يراعيها من أول أيامها، ماء ودفء وحرارة وحنان وعطف، إلى أن تكبر شيئا فشيء. أما يخليها بكيفها تالي عاد تصير مشكلة، تنحرف على أي جهة الله العالم. مثل ذاك اللي سامع بي أو لا، صارت نبتة على باب بيته وقامت تكبر شوي شوي، اختفتوا الأوادم، قالوا: حجي انت شيلها، هاي على باب بيتك باكر تأذيك. قال: إلا نبتة خفيفة، أقلعها بإيدي خلوها تولي، باكر أشيلها. وباكر على باكر ما فتح عينه وإذا الشجرة عظيمة على باب بيته سدت عليه، حين يريد يدخل يطلع يلا عاد، راح جاب الفأس يريد يقتلعها، اشتدت قوية ساقها، ضربت جذورها في الأرض، وهو منحنى انهارت القوى. أحين يوم حدودب جاي يريد يلحق عليها، ما ممكن، خلاص راح، ضاعت الفرصة عليك.
كون يراعي النبتة من أول أيامها. إذا يريد يكيفها، ترى هالطفل لو تريده وش ما يطلع تقدر تسويه، تريده علامة زمانه يصير، تريده يصير أكبر منحرف يصير، هو الطفل هذا بحسب التنشئة، بحسب التربية. القاعدة الرابعة، عدم التجني عليه. وهنا أحكام شرعية يذكرها الفقهاء كالضرب واللطم، وبالذات هاي إلى الأمهات، بعض الأخوات الله يحفظهم يبارك فيهم، إذا تقبض الولد تقول ويش يعني، تنسلخ من رحمتها، وما وين العاطفة وين الإنسانية، حتى حكم شرعي حرام ما يجوز. أكو وراها الدية، الدية مو بس للقاتل، لا حتى دية الضرب، دية الإحمرار، دية الكاسر، دية الخادش. وين عجل الأمومة؟ وين الحنان والعطف؟ تأخذ العصا وتضرب عاد، وين ما صاب وين ما جاب، ما تضل إيد ولا يضل راس، هي مخالفة حرام، يعني حرمة تكليفية وضعية، هم إثم نار وراها، وهم أثر وضعي، حرمة وضعية يعني يطالبها الحاكم الشرعي بإعطاء الولد الدية، تعطيه دية الخدش لو يصير أحمر، حتى أحمر أو كانسر أو دية اللطم إذا أحمر خده، لأنه لا يجوز ذلك. إحنا عندنا اللطم البهيمة ما يجوز، البهيمة لا تلطم على وجهها، فكيف بهذا إنسان محترم؟ وكيف الإنسان يعني يصل إلى هذه الحالة، يفقد حنانه ويفقد رحمته؟ مسوي جلسة ما أدري شنو هاي، صارت هنا قبل كم سنة، مجلس جاي شهر رمضان، سوى المساند وراح، طلع ما إجا بالليل، وإذا يشوف الدواشق وكلام شققة أم فلان، هذا من سوى كذي؟ قالت ولدك أذاني، كل ما أبغي أجوده، أكو بعض أولاد عبيثين يعني ما تقدر أنت، إجا أخذ لي ما أدري شنو شققة، وجود لك العصا عاد، ويلوع الولد على يديه ويصرخ الطفل من شدة الألم حتى احمرت يداه، اجت الليل سودتا، راد ينام ما تمكن، يلا قوم سلمانية، راح يلحق على الولد، قالوا بعد خلاص تبتر تورمتا ولا علاج له إلا بقطعهما، وتالي عضل يندب. هذا الغضب غضب جنون، الغضب ضرب من الجنون، يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله، يكون واحد يضبط نفسه يحكم، فلا يجوز ضربه. هاي مسألة اليوم هم أثيرت في وزارات التربية والمؤسسات الحقوقية، حتى صدر قانون عام يعني في أكثر دول العالم بمنع الضرب، مو مثل أول ما يدخل الأستاذ اللي عصاه شطوله، أحين لا ممنوع خلاص، منعت هذه المسألة. الإسلام وش يقول؟ هل يحق للأب أو للأم ضرب الولد أو لا؟ الإسلام يقول إيه، اضرب عليك بالعافية، لكن قيد واحد بس، ليكن ضربك للولد ضرب تأديب لا تعذيب، أدب ولا تعذب، فلا يصل إلى مستوى الضرب المبرح، فإنه هناك تثبت الحرمة على الإنسان. فهذه من القواعد التي نحتاجها كثيرا. القاعدة الخامسة والتي نقف عندها ونختم بها، هي مسألة تنشئة الذهنية، ذهنية الطفل، والتي يعاني منها الكثير. يقول أنا مشكلة ولدي كله عبيث، مو مشكلة ولدك، والأولاد هكذا، هذا سن الطفولة، ولذا قانون في علم التربية، لا قانون أصلا في رياض الأطفال، لا نظام، ماكو نظام. والإسلام أيضا يقرر هذا المعنى، يقول دعه يلعب، خليه يلعب،
7 سنين هذا فترة اللعب. وكان النبي صلى الله عليه وآله يلاعب الحسن والحسين ويحملهما على كتفه، نبي بعظمته، حتى دخل عليه واحد من أجلاف الجاهلية وشافه بهاي الحالة قال له أنت نبي الإسلام وإحنا وراك، أنت ما تصلح. قال كيف يعني؟ قال إن لي 10 أولاد ما يوم وقعت شفتي على أحد منهم. قال اذهب، ما هذا إلا من قسوة قلبك. أنا شو أسوي وياك إذا قلبك صخر؟ كان النبي صلى الله عليه وآله يلاعب الحسن والحسين، وإذا لم يلعب الطفل في سن طفولته يحرم من هذه الغريزة الطبيعية وهي غريزة اللعب. باكر يكبر رجال شطوله، لكن إذا تاكله يلا يحصل له لعبة يبي يلعب فيها. ليش؟ لأنه حرم له. كل سن ولي دوره. إحنا لعبنا وهم دورهم يلعبون، وهكذا صير عنده عقدة، صير أصلا عنده عقدة نقص بعد، مشكلة ناقص لأنه ما أشبعت فيه هذه الغريزة. لكن كن تراعى خصوصا هذه اللعب التي ظهرت في مثل هذا الزمن، مثل هاي الرسومات والكارتونات التي تبث. يعني اليوم هاي صارت لعب التي تقتل روح الإبداع وتقتل المواهب الإبداعية عند الأطفال. أطفال بذور يانعة وتحمل مواهب جبارة في مختلف الفنون، في الخط، في الرسم، في الفن، لكن تحتاج إلى تنمية. درس وحلل الباحثون الألعاب التي كان يلعب بها الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت سلام الله عليه أيام طفولته. شلون كان يلاعب الصبيان؟ فوجدوها كلها لعب تفتح ذهنية الطفل وتقوي لديه الملكات والمواهب الإبداعية. أما هاي رسوم اليوم قاعدة تطلع ما وراها إلا المجون والسفاهة، وتعلم الأطفال على روح التشفي والتمرد والانتقام، وهي خطيرة جدا. الذي يبث واحد يقول أنا رجال وش لي دخل، لا يقول الشيخ، شيخ محمود رفسنجاني، أخو هذا الشيخ رفسنجاني كان وزير الإعلام في ذيك الفترة، يقول دخلنا على السيد الإمام يوم من الأيام جلسة يعني، وإذا التفت إلي قال يا شيخ هاي الرسوم اللي تبثونها العصر للأطفال خوش رسوم واجد زينة، كثروا منها فيها فائدة وفيها منع. يقول اندهشنا، تبين وإذا السيد بنفسه تقعد انت تشاهد. قال إيه يعني أنا أبو الأمة أبوهم هؤلاء، وإذا أنا ما أشوفها إذا من الذي يتفقدها؟ كل لازم أتابع أشوف ما يعرض في صلاح في فائدة أو لا. اليوم يتبين أن كثير من هاي رسوم الكارتون وما شاكل تبث في الواقع وراها أيادي يهودية، شركات صهيونية تشتغل، ولهذا تنخر في العقيدة. أول ذاك زمان إذا واحد راد يصير يعني شيوعي يطلع لازم موسكو، ما دي وين بلد، يقعد لي 20 سنة يلا يلا ينقال لي شيوعي. أما اليوم لا، المخافة أن يطفر واحد من داخل البيت، ما تدري شنو فكر ماله، إلحاد يصير وزندقة. لأن هي هاي في بعض الرسومات تبث هذا المعنى وتشوه. حتى فكرة المهدوية أيضا يريدون يميعونها، حتى فكرة المنقذ والمخلص هم تجدها موجودة في هذا. يحتاج إلى بحث مطول الآن، ليس مجاله المنبر، إنما له جلساته الخاصة. لكن أقول في خطورة على كثير، هم حرب عقائدية، لأن أنت وين تقدر على الكبار؟ كبير ما تقدر عليه، أنت اشتغل على تحت، وذولا صبرهم طويل، يقول لك إحنا ما نهتم، ما نريد اليوم نحصد الثمرة، إحنا نريد عقب 50 سنة نطلع النتائج، الآن خليهم نايمين. وتبدأ عاد التربية المسمومة والأفكار الضالة الانحرافية، خطورة يعني في الجنب العقائدية، في الأخلاقية، أخلاقيات تربويات. أطفال اليوم على 18 سنوات لكن شوف متفتحة أفكار على قضايا
الجنس الآخر وما شاكل منذ الصغر منذ الطفولة، لأن مواطن الإثارة وأماكن التحلل والإباحية تعرض في أمثال هذه. هاي مشكلة، هذا الضلال الذي ما بعده من ضلال. عناية بالطفل لا تجدها التربية السليمة الصحيحة إلا في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم. شوف تعاليم النبي كثير من خطبه يقول أحب الصبيان، خلي يشعر الولد بالمحبة، لازم يحس بالحب، لازم يشعر بظل على رأسه، لازم يحس بحضن يأوي إليه، ولذا ما حصل واحد يحتضن راح فتحت ليه أبواب الشوارع. لازم واحد يقعد يا الولد يتكلم، يا ولدي وش فيك، وش في خاطرك، شو تريد. إذا ما ينفتح عليه تنسد أبواب الأمل في حياته. أحب الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم ففولهم. الوفاء بالوعد هاي مسألة مهمة جدا، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. وهذا ما نجده في سيرة مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه. فلقد اختار له أبوه الإمام الكاظم أما سيدة تكتم من أفاضل نساء أهل زمانها، اختارها اختيارا، وما وقعت عين السماء عليها بالخصوص إلا لأنها الوعاء الصالح لتنشئة هذا الإمام. حملت بالإمام الرضا عليه السلام إلى أن كملت الأيام والليالي كما ورد في الرواية الشريفة في ولادة في رواية الميلاد، والتي لا بأس أن نتبرك بها في مثل هذه الليلة لنفرح ونبتهج بهذه البذور اليانعة، ونسأل الله أن يجعلهم على خط أهل البيت، وأن يرزقهم محبة أهل البيت، ويجعلهم على المحجة البيضاء، ويصونهم من كل سوء وخطر وبلاء، ويبلغ آباءهم وأمهاتهم فيهم، إنه قريب مجيب الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وتب وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد وآل محمد. ولما أن كملت الليالي والأيام وتمت أشهر الحمل التسعة، وكانت أم الإمام عليه السلام لا تحس بألم ولا وجاع ولا شيء مما تحس به النساء ليلة الولادة، بل كانت لا تشعر إلا براحة في جنبها وخفة في بدنها واتساع في بطنها، وكان الجنين يؤنسها بالتسبيح والتقديس، وكان وجهها يشع بهاء وضياء ونورا، إلى أن كان ليلة الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام، وقد حففن بها نساء بني هاشم عن يمينها وشمالها ومن بين يديها ومن خلفها، إلى أن صارت ساعة الطلق، وإذا بنور عظيم قد بزغ منها إلى عنان السماء، فأضاءت له الدنيا وأشرقت له الأكوان والعوالم، ما هي إلا فترة وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل الصلاة والسلام. محمد وآله علي ابن أبي طالب صلوات، فاطمة فاطمة الزهراء صلوات، الحسن والحسين صلوات،
وزين العابدين صلى وصاح أئمة المعصومين صلوات صاحوا بالعصر والزمان إلهي عد صاحوا بالعصر والزمان وصلي وسلم عليك يا بميلاد الرضا شاعت الأنوار والدنيا مضية بميلاد الرضا شاعت الأنوار والدنيا مضية وياي بميلاد الرضا أنوار والدنيا أشرقت شمس الإمامة وضاءت الأكوان كلها اتفتحت الأزهار والأنوار شاعت من أملها والجنان استبشرت والحور لبست كل حللها ليلة الذكرى السعيدة يا الله صارت الفرحة مجيدة يا الله استبشرت أمة محمد هذه الليلة السعيدة يا الله ميلاد الرضا شاعت الأنوار والدنيا مضية يا علي بميلاد الرضا والدنيا مض عمت الأفراح الليلة بلاد المسلمين كل نهني الثاني بأريحية مفرفشين مبارك عليكم الليلة يا أخواني المؤمنين ونسأل الله السلامة يا الله والشفاعة في القيامة يا الله استبشرت أمة محمد هذه الليلة السعيدة يا الله ميلاد الرضا شاعت الأنوار والدنيا مضي بميلاد الرضا شاعت له والدنيا مض يا إلهي بجاه طه المصطفى الهادي محمد يا إلهي بجاه طه المصطفى الهادي محمد وبأهل بيته نتوسل تكشف الهم المكمد تفرج هموم الحزينة وتشافي المرضى وتفك الأسرى وتبعد عنا كل سوء وبلاء اتفرج هموم الحزينة بعد أولي الحسين الريد نقصير يشفع لنا في القيامة يا الله كلنا جميع ندخل الجنة بسلامة يا الله
وكل من ياخذ له حورية بليلة الذكرى السعيدة يا الله ميلاد الرضا شاعت الأنوار يا علي والدنيا مضي بميلاد الرضا شاعت والدنيا مضي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوضح منهجه واسلك بنا محجته إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.